بيبدأ الفيلم بوحدة بتكون ماشية بالطريق وفجأة بتتعطل سيارتها، فبتنزل من السيارة لتلاقي أي سيارة مرقت تساعدها أو توصلها. وبيجي شاب ليساعدها بس ما بترتاح له وما بترضى تطلع معه. بعدها بيجي واحد تاني بيكون شكله مرتب، فبتطمن وبتطلع معه. وهنن على الطريق بتحس إنه في شي غريب تحت كرسي السيارة، ولما بتمد إيدها بتلاحظ إنه في إيد مقطوعة تحت الكرسي، وبتصير تحاول تفكر بأي طريقة لحتى تتخلص من الشاب يلي بيكون اسمه جيمس. بس جيمس بيلاحظ إنها متوترة وخايفة، فبيوقف السيارة على جنب وبينزل بيحمل قطعة حديد وبيضل يضربها على راسها لحد ما تموت. وبعد مرور أيام على الحادثة منشوف باص في مجموعة من الركاب مارقين من نفس الطريق، وبيسمعوا على الراديو إنه بهذا الطريق صارت حادثة والطريق لهلأ مسكر. الركاب بيكونوا مستعجلين وملتزمين بأعمال، فبيضلوا يحكوا مع السائق تومي يلي بيقترح عليهم إنه يروحوا من طريق مختصر، بس بيخبرهم إنه هذا الطريق مهجور وما حدا بيمر فيه، وبالرغم من هالشي بيوافقوا الركاب. وهنن ماشيين بهذا الطريق بيلاحظ تومي إنه في نفق بالطريق وبيستغرب، بس فجأة وهو ماشي بيلاقي رجال واقف بنص الطريق وبيطلب منهم إنه يطلع معهم، وبيوافقوا وبيطلعوا على الباص. بيكون من ضمن الركاب في شخص وعم يقرأ جريدة اسمه لي، وبيعرف إنه الشخص يلي طلع معهم هو قاتل خطير ومطلوب للعدالة وصوره منشورة بالجرايد، فبيخاف لي وتحسباً بيخلي معه السكينة. وبيكون كمان من ضمن الركاب وحدة اسمها سارة يلي بتكون عارضة أزياء، وبنت تانية اسمها جينك وبتكون حامل وبتكون مزعوجة من شي على موبايلها، فبترمي الموبايل من الشباك. بيكون في اثنين اخوات، الولد اسمه بارك والبنت اسمها فونك، وبيكون بارك مصاب بالتوحد ومن الصعب انه يتواصل مع اي شخص بسهولة. وبيكونوا مكملين طريقهم جوا النفق، وبيضل يمشي الباص لمدة 20 دقيقة وما بيطلع من النفق، وبيستغرب تومي لانه بيعرف انه اطول نفق بالمدينة بده مدة 10 دقائق بس ليمر فيه، فبيخاف تومي وبيقرر هو والركاب انه يرجعوا من المدخل اللي فاتوا منه. وبالفعل بيرجعوا وبيضل عم يسوق تومي لمدة نص ساعة، وبيلاقي حاله إنه لسه ما وصل للمدخل، وبيبلش تومي يخاف أكتر ويتوتر لأنه هو مشي بالطريق نفسه، فبيقرروا إنه يوقفوا الباص وينزلوا منه على أمل يعرفوا أو يفهموا أي شيء. ولما بينزلوا جينك بتلاقي موبايله يلي رمته ببداية المدخل وبيكون موجود بالمنطقة يلي وقفوا فيها، وبصير لي يحاول يهدي الركاب وبيقترح عليهم إنه هو يمشي لحد نهاية النفق، بس هن بيكونوا رافضين لأنهم خايفين عليه. وبيقرر إنه ياخد معه بكرة الخياطة يلي كانت عم تستخدمها جينك، وبيبلش يمشي معه والبكرة مشان تكون هي دليله بالطريق، وبتبرع الشخص يلي طلع معه يلي بيكون اسمه جان إنه يكمل معه الطريق. وبيمر أكتر من ساعة وهنن عم يمشوا، وبعدها بيلاحظوا الركاب وهنن واقفين إنه في شخصين من الجهة التانية جايين لعندهم، ولما بيقربوا ليشوفوا مين بيكونوا لي وجان، وبيعرفوا إنه هنن تايهين جوا حلقة، وبيحسوا إنه هنن بخطر حقيقي، وبيقرروا إنه يطلعوا كل الأكل الموجود معهم ويتقسموه كلهم لأنه هذا الشيء الوحيد يلي معهم هلأ. بعدها بيروح أربع شباب وبصيروا يمشوا بالنفق على أمل يلاقوا أي حدا يساعدهم أو أي مخرج. أما البنات فبيضلوا بالباص وبيضل معهم الولد بارك. بعد شوي بيغفوا كلهم وبتصحى جينك وبتلاحظ شي غريب، وهو إنه كلهم عليهم تراب بالرغم إنه الجو كان طبيعي وما في أي تراب، وبتخاف جينك وبتفيق الباقيين. فبينزلوا فوراً من الباص وبيلاقوا الشباب رجعوا بدون أي فائدة أو مساعدة، وبيلاحظوا إنه الباص صار موديله قديم وتعبان. وبيروح تومي ليشوف الأكل، بس بيتفاجأ لما بيلاقيه خربان ومصالح للأكل، وبصيروا يفكروا شو يلي عم يصير معهم. وبالأخير بيتوصلوا إنه الوقت جوات النفق بيختلف عن خارج النفق، وإنه النص ساعة يلي قعدوها جوا صار معهم كتير شغلات غريبة، وإنه هي النص ساعة خلتهم يمروا بسنين طويلة. ولما بيرجعوا بيطلعوا على الباص بيلاقوا جواته خريطة، وبتكون هي خريطة للنفق وما كانت موجودة من قبل، بس فجأة بتصير الأضوية بالنفق تطفي وتشعل، وبعدها بيطفي الضوء على الأخير. وبيلاحظوا الباقيين إنه في على الأرض آثار دم، وبيختفي لي، فبيصيروا يتبعوا الآثار لحد ما بيصلوا لجدار غريب، وبيكتشفوا إنه ورا هذا الجدار في غرفة سرية، فبيفوتوا عليها وبيلاقوا صور لأشخاص مفقودين وأيادي مقطوعة وبيكونوا محطوطين بصناديق، وبيلاقوا خريطة تانية للنفق غير الخريطة الموجودة معهم، وبيكتشفوا إنه هن ضمن ست أنفاق مو نفق واحد. وبصيروا يحاولوا يدوروا بكل الغرفة ويتفحصوها، وبيلاقوا روزنامة عليها تاريخ قديم كتير، ولي بيبلش يدور بالأغراض الموجودة جنبه، وبيكتشف وجود ممر لغرفة سرية تانية. ولما بيفوتوا على هي الغرفة بيلاقوا تلفزيون صغير شغال عليه فيديو لبنت محبوسة بنفق وعم تطلب المساعدة. بعدها بيفوتوا من نفق جنبهم وبيلاقوا الباص تبعهم قدامهم، وبيستغربوا إنه كيف رجعوا للنقطة نفسها، وهو إنه الوقت عم يمر عليهم بسرعة فائقة. وبيكونوا عرفوا هذا الشيء لما لاحظوا التغييرات الغريبة والمفاجئة يلي عم تصير بالباص، وبصيروا يتخانقوا كلهم سوا، وبيسيطر عليهم الجشع والأنانية. وبيلاقي توم مسدس بالباص فبيستغله وبيهددهم فيه مشان يعطوه الأكل، فبيخافوا منه وبيضطروا يعطوه الأكل، وبيكونوا خايفين كمان لأنه بسبب الوقت اللي عم يمر عليهم بسرعة أكيد رح يجوعوا بسرعة. وبعدها بتروح سارة وبتطلب الأكل من تومي، ولي بيستغل انشغالهم وبيروح بيسرق علبة الأكل
ولما بينتبه له تومي بيهجم عليه وبيصير يضربه. بعد شوي بيجي شخص وبيطعن تومي بظهره، وبعدها بيجتمعوا كلهم بمكان الحادث ليشوفوا شو يلي صار. بس طمع زوج سارة بيخليه ما يهتم لهم، وبيكون عم يدور على الأكل، وبينزل بيدور تحت الباص وبيتفاجأ لما بيلاقي فتحة وبيروح بيخبر الكل. فبيدفشوا الباص، ولما بيفوتوا من هي الفتحة بيلاقوا غرفة سرية كمان، وبيلاقوا جواتها نفس التلفزيون اللي مشغل عليه الفيديو نفس تبع البنت اللي عم تطلب المساعدة، وبيلاقوا نفق بوديهم لنفس المكان بس بتوقيت زمن مختلف، وبيلاقوا الباص صار قديم كتير لدرجة إنه جواته صار في حيايا وقوارض، وبسبب الجوع كان في واحد منهم بده ياكل الحشرات، وبتزعل عليه واحدة من الركاب وبتعطيه قطعة بسكوت، بس بسبب الجوع والطمع بيكون بده العلبة كلها وبصير يهددها بالسلاح، وبعدها بيتوصلوا كلهم إنه كل ما واحد فيهم يموت بتطلع لهم فتحة سرية، وبصير واحد منهم بده يقتل شخص مشان يطلع من هذا المكان، وبيخلي جنك تقتل شخص وبيفوت بفتحة سرية تانية، وبيفوتوا فيها وبيخلي الركاب كلهم تحت تهديد السلاح، ومن خوف فونك على أخوها بتضرب هذا الشخص على راسه بس ما بيتأثر، وبينتار عليها وبيقوصها وبيركض عليها أخوها وهي عم تموت، وبيروح هذا الشخص وبصير يحاول يخنق سارة بس بيجي شخص من وراه وبيقتله. وبعد موت شخصين منهم بينفتح نفق بيكون نفسه، بس هذا النفق فيه مواد مخدرة وبتساعد على الهلوسة، ولما بيفوتوا على النفق بتبلش سارة تشوف شغلات غريبة، وبتفوت على غرفة فيها مراية وبتشوف شخص واقف وراها وبيحط السكينة على رقبتها وبيقتلها. بهذا الوقت جينك بتولد، وبيكون ما ضل منهم غير جين وجينك، وبيكملوا طريقهم وبيفوتوا بنفق جديد، والطفل بيموت بسبب الجوع، وبيحاول جين انه يقنع جينك بانها تكمل الطريق بس هي بتكون معصبة كتير وبتطعنه. بعدها منشوف جين صحي بمكان غريب وبيكون بتجربة سرية، ومنشوف اجتماع لمجموعة من الأشخاص وبيكونوا من أكبر القادة، وبيبلش الجنرال يشرح كل يلي صار، وبيقول إنه القاتل المتسلسل يلي شفناه ببداية الفيلم ويلي بيكون اسمه جيمس قتل ضحايا بطريقة بشعة كتير، وكانوا كل الضحايا من النساء، والشرطة ألقت القبض عليه بس هو كان جوا سيارة محطمة وفات على أثرها بغيبوبة، وبسبب هالشي ما قدروا يحققوا معه. فلهيك الحكومة تعاونوا مع المعهد العالي للصحة ودراسة الدماغ، وهدول بتكون مهمتهم إنه ينقلوا المعلومات من دماغ جيمس لشخص تاني، وجين كان هو المتبرع وكان هو اللي عم يستقبل معلومات جيمس. وهذا الحوار كان بين الجنرال جين وصديقه، وبيبلش يقلن الجنرال كل يلي شافه جوا العقل الباطني لجيمس، وبيعرف من خلاله إنه في ضحية لحد هذا الوقت حية ومحبوسة بمكان معين، وبالفعل بيقدر يحددها، وبيعرف إنه المهمة لسه ما انتهت. وبعد ما قدروا يحددوا المكان بيعرفوا إنه قدامهم بس 36 ساعة، لأنه الأمطار غزيرة وممكن الكهوف الموجودة هنيك إنها تتدمر بسبب هذا الشيء وتأذي الضحية. لهيك لازم جين يرجع لعائل جيمس مشان يقدر يحصل معلومات أكتر، وبعدين منعرف إنه رح يرجعوا يعيدوا التجربة ورح يدخلوا لعائل جيمس مشان يعرفوا مكان زوجته، وبالفعل بيعيدوا التجربة وفجأة بيلاقي حاله بمكان مختلف بعائل جيمس، وبيشوف حاله بين الشخصيات السيئة لشخصية جيمس، وبيروح لعند الطفل المتوحد بارك وهي الشخصية الضعيفة والبريئة، وبيسأله عن مكان زوجته، وبالفعل هو ببلش يجاوبه بس باقي الشخصيات ببلشوا يشوشوا على جوابه، وجين ما بيقدر يسمعه بطريقة واضحة. هون منبلش نشوف شخصيات غريبة وبتكون بتشبه شخصيات جين الظالمة، وهون ببلش ينشأ صراع بين شخصيات جين المزدوجة وشخصيات جيمس، وبتجي لجين فكرة غريبة وهي قتل شخصية جيمس المجرمة بالعقل الباطن، وبالفعل بتبلش الشخصية المظلمة لجيمس بالاختفاء. بجانب آخر منشوف زوجته لجيمس سارة، ومنشوف إنه سيول الأمطار بلشت ترتفع وهي محبوسة ورح تموت. بهذا الوقت بيصحى جيمس من الغيبوبة وبيكون صار أحسن وأفضل، وجذور الشر عنده اختفت بعد قتل الشخصية الظالمة، وبيبلغ الشرطة فوراً عن مكان زوجته سارة الحقيقي، والشرطة بيروحوا فوراً على المكان وبيقدروا إنه ينقذوها. جين بتكون خلصت مهمته وبيحاول يرجع للواقع، بس للأسف ما بيكون قدر يطلع من جوا العقل الباطن وبيضل بغيبوبة للأبد، وكل الفرق الطبية ما بيقدروا يصحوه من الغيبوبة اللي هو فيها. ولهون بتخلص قصة الفيلم، وإذا عجبكن لا تنسوني من اللايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس ليصلكم كل جديد.